المدينة المنورة تحتضن الكثير من السدود والأودية. اليوم بإذن الله تعالى قصتنا سوف تعود بنا إلى أكثر من 1400 عام. سنتحدث عن سد وادي بطحان. أستاذ عز الدين، نود أن تحدثنا عن جغرافية هذا المكان. الموضوع هذا يقع في جنوب المدينة المنورة في منطقة تسمى العالية، طبعا سميت بالعالية لارتفاعها، ويقابلها من الجهة الشمالية للمدينة منطقة تسمى السافلة. هذا التباين في تضاريس المنطقة أدى إلى أن جميع أودية المدينة تتجه من جنوبها إلى الجهة الشمالية حتى تجتمع في وادي واحد غرب جبل أحد. هذه المنطقة تعتبر اللي هي أوسط العالية. عن الجهة الغربية تقع اللي هي منطقة قباء وهي جزء من العالية، وعلى الجهة الشرقية تقع اللي هي منطقة العوالي. هذه المنطقة هي تسمى جفاف، وادي جفاف. لو كنا نبغى نتكلم عن تاريخ هذا الموقع، وش علاقته بالتاريخ في المدينة المنورة؟ طبعا هذا الموقع تاريخيا يسمى تسمى المنطقة منطقة ذو الجدر، وذو الجدر هذه لها تاريخ ورد في السيرة النبوية. في هذه المنطقة كانت ترعى لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المنطقة كانت مرعى، وردت فيها قصة العرنيين الذين استلبوا لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة معروفة ومشهورة في السيرة النبوية. كذلك هذه كانت مرعى للإبل قديما لأهل المدينة، فهي منطقة تاريخية، إضافة إلى أنها منطقة زراعية تكثر فيها الآبار، وخاصة في جهتها الشمالية إذا اتجهنا للمدينة. كانت هنا في المنطقة التي يعني نراها أمامنا هذه مزرعة لعبد الله بن الزبير الصحابي، وأيضا مزرعة أخرى لهشام بن عروة بن الزبير كانت في هذه المنطقة. نشاهد مجموعة من الأشجار والمزروعات في هذه المنطقة. نعم، المنطقة بما أنها طبعا منطقة تجمع مياه وانحدار المياه من الحرة، هي منطقة غنية بالنباتات. لعل هشام بن عروة اللي ذكرنا مزرعته في هذه المنطقة وصفها ببيتين من الشعر، قال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد من الجثجاث والسلم النضري، وهل أسمعني يوما بكاء حمامة يجاوبها قمري غابة ذي الجدر. هذه منطقة ذي الجدر وصفها بالغابة. الآن بعد مرور 1400 سنة على هذا الشعر ما زلنا نرى شجر السلم وأيضا نبات الجثجاث. نعم. لو كنا أيضا نبغى نتحدث عن هذا البناء لهذا السد، الآن بني في هذه المنطقة سد، والسد معروف منذ فترة طويلة، نبغى نعرف منكم أيضا دكتور تاريخ هذا السد. السد هذا طبعا إنشاء السدود في المدينة المنورة بحكم وجود عدة أودية فيها بدأت من عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، حيث تكونت لجان ميدانية لدراسة المنطقة بغية إنشاء السدود. في عهد الملك فيصل رحمه الله أنشئ هذا السد في عام 1385 للهجرة. طبعا هذا السد له أهمية لأنه أنشئ على صدر وادي، هذا الوادي يمر بالمدينة، فكان إذا فاض هذا الوادي يدخل إلى البيوت ويأثر على المدينة. هو اللي كان يوصل قربان وكان يوصل السيح ويوصل هذه المناطق. نعم، ويجتمع مع بقية الأودية في منطقة زغابة غربي جبل أحد. فهذا السد أهميته من هذه الناحية، إضافة إلى أن هذه السدود بتجمع المياه فيها تغذي آبار المنطقة بالمياه، لذلك المدينة فيها الكثير من الآبار. أعتقد في زمن الملك فيصل رحمه الله تم بناء السد. نعم، 1385، استغرق سنة واحدة انتهى البناء في 1386 للهجرة هذا السد.